السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله 6 أكتوبر، وطالعين رحلة 3 أيام كده، رايحين بورتو مارينا بإذن الله. هنطلع رحلة 3 أيام صيد شط، هيكون يعني صيد سمك بقى، صيد كابوريا زي ما ربنا يكرم إن شاء الله، كله رضا. طالع مع أصدقاء هنا وجيران إن شاء الله، ويا رب تبقى رحلة موفقة. الفكرة المرة دي عايزين نعمل التقرير بصورة مختلفة، يعني عايزين ننقل لكم أو التقرير يكون مستفاد ليكم أو مفيد ليكم من اول ما بنبتدي نجهز للرحله، بنبتدي نطلع، بنوصل هناك، بنبتدي نجهز الطعوم، بنبتدي نجهز العده بتاعتنا، بننزل نصطاد، الاوقات اللي بنختارها، يعني الحاجات على اساس يكون التقرير فيه معلومه. هنبتدي نختلف شويه في التقارير عن الاول، ان التقرير مش هيكون مجرد تصوير للحصاد، لا، احنا عايزين نعرف ازاي جبنا الحصاد، وايه الحاجات الكويسه اللي استفدناها، وايه الحاجات السلبيه اللي ممكن نتجنبها بعد كده. وإن شاء الله بإذن الله يعني تستفادوا، وتكونوا بقى مصاحبين لينا طول الرحلة بإذن الله، وتكون الرحلة اتنقلت لكم كأنكم كنتوا معانا، وبإذن الله المرات الجاية تكونوا معانا. يلا بينا بقى إن شاء الله إيه نبدأ الرحلة، إن هما كده خلاص جايين لي تحت دلوقتي، وهنبتدي نتحرك. الساعة دلوقتي 9 تقريبا ولا 9 وربع، وهنبتدي نتحرك على الساحل بإذن الله. دعواتكم لينا بالتوفيق، يلا بينا.